يا سيدي هذا سند أماني بحق طقم الذهب، يعني أنت بتاخد حقه وأنا بضمن حقي، ومثل ما بتعرف يعني الدنيا فيها موت وحياة، ولا أنا غلطان؟ حقك عمي حقك. وينك؟ أنا من ناحي لا تاكل هم، يعني هذا رح يضل الموضوع بيناتنا أنا وياك، هون حفرنا وهون طمرنا. إيه؟ أنا إذا الله راد بأقرب وقت برجع لك مصاريك. يا عين علي، وهي الورقة أنا برجع لك إياها وكأن شيئا لم يكن. استبينا؟ استبينا عمي استبينا. صم لي هون لك. لك بصوم شبك. طيب صبر. إن شاء الله ألف مبروك. ألف مبروك يا أبو سليم. الله يبارك في عمرك.